بعد طول غياب وبعد انتظار طويل يعود النادي الأهلي مرة تانية لبداية مشوار جديد وبداية موسم جديد يوم الجمعة اللي جاية، وهي مباراة في منتهى الأهمية لأكثر من سبب. نمرة واحد إنها هتجمع بين بطل دوري الأبطال وبطل الكونفدرالية، فهي مسابقة أو بطولة من النوع الثقيل. نمرة اتنين إنه بداية المشوار لقب قاري جديد يضاف لسجلات النادي الأهلي ويضاف للجيل الحالي ويضاف طبعا لسجل مارسيل كولر. نمرة ثلاثة ومن وجهة نظري ده بيدي المباراة كمان أهمية كبيرة، مش بس عشان تفوز على اتحاد العاصمة ومش بس عشان تكسب لقب وبطولة جديدة، لكن لأن المباراة دي بتقام على الأراضي السعودية وبالتالي هتكون تحت المنظار، بمعنى أنه جمهور الكرة وسائل الإعلام في السعودية هتتابع المباراة دي باهتمام شديد جدا، بما أنه الأهلي هيشرفهم في شهر ديسمبر عشان يواجه أبطال القارات في بطولة كأس العالم للأندية، وبالتالي هي بمثابة فرصة ورسالة تعبر فيها عن نفسك وعن قدراتك وعن إمكانياتك وتقول إنك أنت جاهز إن شاء الله بإذن الله عشان تنافس إن شاء الله بإذن الله في بطولة كأس العالم للأندية. اسمحوا لي أرحب بضيوفي في السادسة النهاردة، نادر شبانة وحمادة الشناوي محللي الكرة العالمية بيشرفونا في السادسة، هنتكلم معاهم عن ملفات طبعا المنتخب والأهلي. أرحب بيهم في البداية. مساء الخير يا نادر. مساء الخير يا أبو حميد، أخبارك إيه؟ كله تمام الحمد لله. مساء الخير حمادة. مساء الخير يا أبو حميد، عامل إيه؟ منورين الدنيا. نورك والله. والله بص، في موضوعات كتيرة جدا النهاردة وملفات كتيرة، أهمها قصة مهاجم الأهلي. طبعا الصفقة لم يتم الإعلان عنها بعد، لكن أنتوا تابعتوا بالتأكيد على منصات التواصل الاجتماعي من 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 أيام طويلة عدد كبير جدا من الأسماء اللي كانت مرشحة، عدد كبير من الأسماء اللي اقتربت بالفعل من الانضمام للنادي الأهلي، وآخرهم طبعا يمكن أنتوني مودست مهاجم بروسيا دورتموند السابق. سيبك من أنتوني لأنه زي ما قلت لكم يعني ما فيش شيء رسمي لغاية اللحظة، لكن في النهاية مني أسمع رأيكم في قصة السن، لأنه كل الناس اللي اتكلمت على الصفقة اتكلمت من ناحية السن وأنه 35 سنة وأنه سن ممكن يكون المبدأ نفسه. شفنا مهاجمين كتير جدا محليا على مدار تاريخ طويل، شفنا لعيبة لغاية النهاردة بتلعب سن 37 و38 سنة في الدوري المصري، وعلى المستوى العالمي بالذات في مركز المهاجم شفنا لعيبة كتير تألقت واستمرت في الملاعب لغاية يمكن سن 40 سنة. هل السن دايما في قصة اختيار صفقة لنادي بحجم النادي الأهلي عامل مهم؟ هبدأ مع حمادة. أولا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، هو طبعا بالنسبة للنادي الأهلي وعامل السن أكيد مهم، ولكن الأهداف من الصفقة إيه؟ يعني أنت بتشتري صفقة أكيد الأهداف بتكون مختلفة. هل أنا شاري الصفقة دي كنوع من الاستثمار إن أنا أجيبه لاعب عنده 20 22 سنة يلعب معايا موسم اتنين وأبدأ أستثمر فيه وأكسب فيه فلوس، ولا أنا جايب لعيب هو أصلا عنده من الخبرات ما يكفي إنه يلعب في أي مستوى عشان أجي أستفيد منه؟ حلو؟ ايا كان الاسم اللي جاي يعني مش هنحدد، يعني انا بتكلم في الفكره، في الفكرة. انا اللي لفت نظري مش اسم الصفقه او صفقه انا فاهم، انا لفت نظري كيفيه تعامل المحللين او وسائل الاعلام الرياضي مع المبدا نفسه. اصل 35 سنه في السن في السن ده وبيلعب في الدوري الالماني او بيلعب في الدوري الانجليزي او التوب 5 عموما ويجي يلعب في الدوري المصري، هو بالنسبه له 35 سنه دي زي هنا عنده 25 سنة 26 سنة 27 سنة بالكتير، لأن التنافسية هناك أعلى، المستوى البدني هناك أعلى، والمستوى التكتيكي والقوة البدنية على المستوى الفردي بقى اللعيبة أكيد أعلى. فلما يجي يلعب في الدوري المصري هنا أو في دوري أبطال أفريقيا أكيد المستوى مختلف، المستوى مختلف، فمش هيلاقي الصعوبة الكبيرة اللي احنا نقول لا هو سنه كبير فمش هيقدر يلعب، لا هو سنه يسمح له انه يلعب في الدوري المصري. وعايز اقول لك كمان ان هو من سنة بالظبط واقل من سنة هو كان على قائمة المرشحين ان هو ينضم لفرنسا لكأس العالم، وكان حتى كمان بعد الانتشار كأس العالم قطر 22 قطر 22 وبعد الانتشار او ارتباط اسم اللاعب بالنادي الاهلي، انا عايز اقول لك ان في جمهور الهلال السعودي كان بيتكلم هو ازاي راح مننا، فهو اللاعب اصلا مطلوب واللاعب جاي من مكان كبير، فلما يجي النادي الاهلي اكيد لا اكيد صفقه كبيره وعامل السن انا شايف ان هو مش مؤثر، وانا شايف ان هي كمان صفقه سوبر وهتضيف للنادي الاهلي كتير طبعا. ليه عامل السن مش مؤثر؟ يعني خلينا نسال السؤال بتاعي من مش فاكر يوم السبت حلقه السبت او حلقه الاربع، كنت بستعرض مع الناس المرشحين ال 30 اسم اللي تم ترشيحهم لجائزه البالون دور، منهم ثلاث لاعبين فوق ال 35، ليو ميسي، كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكي، الثلاثه مرشحين لجائزه الافضل في العالم، والثلاثه
كريم بنزيما نفسه لما فاز بجائزه البالون دور اعتقد كان 32 سنه او 33 سنه. فليه قصه السن ما بقتش هي الفيصل او هي العامل؟ لو كنا بنتكلم في الكلام ده مثلا من 10 15 سنه كان اللعيب بيوصل 30 بيبطل، صح ولا؟ النهارده بقينا بنشوف، كنا بنشوف حراس المرمى ممكن يوصلوا 35 و36 وفي منهم بيوصل 40 وتعودنا على ده. الفتره الاخيره كمان نادر بقينا نشوف مهاجمين بيلعبوا لغايه 40 سنه و41 سنه. بالظبط، يعني خير دليل على الكلام ده زلاتان ابراهيموفيتش كان سبب من اسباب عوده ميلان مثلا في ان هم ياخدوا تاني الكالتشيو بعد غياب 10 سنين او 12 سنه. زلاتان كان جاي لميلان وهو عنده 37 سنه، خسروا من اتلانتا 4-1 بعدها بثلاث ايام، مضوا مع زلاتان في يناير. زلاتان جه في الست شهور دولت ميلان تاهل لليوروبا ليج، منعوا ان هم يلعبوا في اليوروبا ليج علشان المشاكل الاقتصاديه اللي عندهم. السنه اللي بعدها كان هو راس المشروع. المقارنه مش ما بين انتوني مودست وما بين زلاتان، احنا بندي مثال في ناحيه السن. ومن نفس الامثال اللي انت ذكرتها، احنا لو جينا بصينا على كريستيانو رونالدو احسن هيدر او احسن هداف او احسن سترايكر في تاريخ كره القدم بالارقام، هداف الكوره بشكل عام، يعني هداف المنتخبات وهداف الفرق على مدار البطولات وهداف دوري ابطال اوروبا. كريستيانو رونالدو تحول لسترايكر صريح مع زين الدين زيدان بعد ال 30. يعني كريستيانو لما كان بيلعب جناح مع زيدان كان في البي بي سي، كان زيدان كان رونالدو وبنزيما وبيل جارث بيل مع زيدان. كريستيانو رونالدو تحول هو لسترايكر. رونالدو طول مشواره مع المان يونايتد مع ريال جناح، ما لعبش في مركز المهاجم، تحول لمركز المهاجم، يعني حتى كان جناح هداف وبنزيما نفسه موجود في ريال مدريد. بالظبط، فده اللي تحول بقى، ده اللي فرق مع رونالدو اصلا واستمر في العطاء. كريستيانو رونالدو تحول مع زيدان في نفس الموسم. رونالدو لو كان ظل جناح زي ما انت بتقول على مركزه كان ممكن يبطل كره بدري شويه. انا كنت شايف ان دي حاجه مهمه جدا، التحول. رونالدو بعد ال 30 وصل، يعني عدد اهدافه بعد ال 30 مع المنتخب والنادي وصل 250 هدف. بعد ال 30، بعد سن ال 30، في نفس الموسم اللي تحول فيه لمهاجم جاب الشامبيونز ليج لريال مدريد في 2016 وجاب اليورو اللي هي البطوله الوحيده في تاريخ البرتغال الدوليه. مظبوط، ده احنا بندي الامثله. نيجي نبص على انتوني مودست نفسه، الارقام بتاعت الراجل ده والامكانيات بتاعت الراجل ده دي بناء على تعليمات مدير فني هو طلبه بالاسم. انا بالنسبه لي شايف ان المهاجم ده هو اللي هينفذ لي اللي انا عايزه، الحاجات اللي انا ما كنتش شايفها او ما كنتش بستفاد منها في المهاجمين اللي كانوا عندي السنتين اللي فاتوا. الراجل ده عنده الامكانيات، هيدر كويس، بدني كويس، طويل، شويط، بيلعب رجلين الاثنين. الراجل ده لو ما كانش لعيب كويس ما كانش هو هيكون الاحتياط بتاع سباستيان هالر السنه اللي فاتت في بدايه السيزون. بروسيا دورتموند كان ممكن ياخد الدوري السنه اللي فاتت بفضل الهدف اللي سجله في بايرن، الهدف اللي خلى اوليفر كان يتعصب في المقصوره ويخبط في الكراسي. الجول ده كان التعادل في ملعب سيجنال ايدونا بارك لحد نهايه الدوري كان الفرق نقطه. لما خسر دورتموند او تعادل في اخر مباراه مع بوخم اعتقد وبايرن كسب، فبايرن خد الدوري، كان زمان الهدف ده كان هيبقى ايقوني، وهو لازال ايقوني، هيبقى ايقوني في تاريخ الدوري الالماني ان انتوني مودست هو اللي قاد بروسيا دورتموند للفوز بالدوري. لو جينا بصينا على ارقامه كمان مع كولن، ارقامه مع كولن مميزه جدا، ارقامه مع الانديه اللي لعب فيها بشكل عام، الانديه اللي لعب فيها مش انديه قليله في اوروبا، الانديه دي بتشارك في بطولات اوروبيه زي سانت تيان، زي انجي، زي نيس، زي رينز، هوفنهايم، كولن في الدوري الالماني لعب، كان عنده تجربه في بلاك بيرن، النادي من الانديه العريقه في انجلترا. فاحنا لو هنتكلم على سي في، لا هو مهاجم، احنا بالمقارنه مثلا لو جينا قارنا مثلا الكلام اللي كان بيتقال مؤخرا كان عن سوزا. سوزا اقل منه سن طبعا بحوالي 8 سنين، بس سوزا لعب في 13 نادي رغم سنه ده. الراجل ده هو سوزا اقل منه رشاقه واقل منه قوه بدنيه. بالظبط، هو اقوى بدنيا كتير جدا، يعني بالظبط، يعني رغم انه 35 سنه بس هو عنده وانتوا قوة. وانتوا واحنا قاعدين بنفتكر كده، يعني حماده ونادر بيتكلموا على زلاتان ابراهيموفيتش وعلى بنزيما ورونالدو وعلى، افتكرت حسام حسن في 98. انتوا حضرتوا 98 بوركينا فاسو؟ لا انا صغير. صغير برضه البطوله دي المنتخب راح، واكاد اجزم انه مفيش حد من المصريين، يعني لو وقفت 10 في الشارع قلت لهم منتخب فرصه ايه في انه ياخد بطوله امم افريقيا هيقول لك تقريبا شبه معدوم. ال10 هيقول لك شبه معدوم. الجوهري نفسه كان، يعني هو الجوهري طبعا انا متخيل انه قال التصريح ده عشان يعني اولا يشيل ضغط على اللعيبه، وعشان يقول للاعلام ما تصدعونيش، يعني ما توجعونيش دماغي، انا رايح اجيب مركز 13. وعملنا بطوله كان ميكس بين الجيل الخبره والشباب بتاع منتخب الاولمبي اللي خدوا افريقيا 95. عبد الستار على حازم، على حازم، على حسن، احمد حسن. بالظبط، لو تلاحظ السنه اللي بعدها على طول يا احمد 99 قرارات 99. حسام حسن كان جاي له كسر قبل البطوله دي بثلاث شهور. لكن لا انا هاخدك بس لاختيار حسام حسن في بطوله، على فكره حسام حسن فاز في البطوله دي
مع باني مكارثي مهاجم جنوب افريقيا، الاثنين بلقب الهداف المناصر. 7 اهداف في 9 ماتشات. بالظبط كده. وكانت الصحافه في مصر وسائل الاعلام بتهاجم الكابتن جوهري، انت ازاي تاخد ازاي تاخد حسام حسن؟ بالظبط. ده حسام حسن مبطل كوره. بالظبط. راح حسام حسن جاب لقب الهداف. تخيل كانوا بيقولوا عليه مبطل من 98 ولعب 2006 اصلا. لعب 2006 وسجل وسجل ده فسجل في 2006 سجل. يعني دليل برضو على كلام حسام حسن تحديدا، يعني في 99 نفس الكلام اللي ما شافش حسام على فكره. اللي ما شافش حسام ما اتفرجش حسام حسن كلاعب كوره يعني، مهاجم فز يعني. يعني بشوفه واحد من اعظم المهاجمين اللي جم في تاريخ مصر. بالظبط. ما انا بقول لك يعني دليل على ده ان في قرارات 99 حسام حسن كان جاله كسر قبل البطوله. هو ثقته في حسام حسن ضمه في الوقت اللي كان ضم فيها 2 مهاجمين بس في القائمه كلها، كان خالد بيبو وعبد الحميد بسيوني. ووقتها لعب بحسام حسن اساسي، وحسام حسن سجل في ماتش كان في دويتو حازم وحسام. ولعب وساعتها لعبنا الماتش الثالث، كان حسام حسن اتصاب تاني لان هو لعب على اصابته اصلا. لعبنا الماتش الاخير اللي كان قدام السعوديه اللي خسرناه 5، كنا بنلعب بعبد الستار وحازم واحمد حسن، 3 مهاجمين. من ثقته فيه وحتى هو معاه خالد بيبو ومعاه عبد الحميد بسيوني، دول لعيبه يعتبر لسه في يعني عندهم على فكره في مراكز في الملعب دايما، يعني قياسا على فكره الجناح والمهاجم، زي ما كان نادر بيقول من شويه انه رونالدو لما خلاص يعني قدراته البدنيه ما بقتش تسمح له قوي بقصه او فعاليته عشان تطلع منه 100%، تسمحلوش قوي انك تلعبه جناح فتنقله مهاجم صريح. في مراكز كده حماده لما بيحصل فيها الشيفت يبقى العامل البدني مش مهم قوي زي عامل الخبره والامكانيات. يعني مثلا سيرجيو راموس كان باك رايت محتاج فتنس ومحتاج مشاوير رايح وجاي، لما تحول سيرجيو راموس من باك يمين كان رونالديني ومظبطه. كان رونالديني لمساك بقى واحد من اعظم المساكين اللي جم في تاريخ ريال والكره الاسبانيه. دي هو حته المراكز والسن دي هي موجوده، وكان موضوع يعني طرح بحثا يعني في فكره عامل السن في المراكز. فلما بص على التوب 5 اللي هو في الدوريات الخمس الكبرى لو ان اصلا افضل هداف العالم دلوقتي هم كلهم بعد ال 30 سنه، يعني لما تيجي تتكلم على هاري كين هو معدي ال 30 سنه، ليفاندوسكي معدي ال 30 سنه، جيرو معدي ال 30 سنه، كان زلاتان معدي ال 30 سنه، فكل الاسامي زلاتان عدى ال 40 بيتهيألي هو بيعمل 41 كل الاسامي الكبيره او التوب الجولرز في العالم كله دلوقتي هم كلهم معديين ال 30 سنه، ما عدا بعض الاسامي مثلا زي هالر مثلا في بروسيا، زي هالاند، زي الاسامي اللي هي الشباب اللي لسه طالعه وعندها فعلا حيويه وهدافه. كمان برضو مركز المدافع برضو هو المركز اللي بيسمح او بيستحمل ويستوعب فكره ان اللاعب يكون عنده مش عايز اقول لك 30، لا هو يستحمل ان اللاعب يكون عنده 38 و39 و40 سنه كمان، لان الاماكن دي بتبقى محتاجه خبره اكتر ما محتاجه قوه ورشاقه. لو انا كلاعب عندي خبره وعارف ازاي اتمركز وازاي اتموقع وفاهم المبادئ الدفاعيه، او لو انا مدافع وفاهم المبادئ الهجوميه، لو انا مهاجم فانا مش هحتاج ان انا ابذل مجهود بدني كبير. بس في مراكز بطبعها بتحتاج منك تبذل مجهود بدني كبير وممكن نقول جبار كمان، زي الاطراف الباكات. هو الباك مطالب ان هو يكون مدافع في حاله الدفاع، مطالب ان هو يكون مهاجم في حاله الهجوم او جناح، ومطالب ان هو يعمل كروسات، ومطالب ان هو يدخل يغطي الجبهه العكسيه، فعنده مهام كتير قوي بتتطلب منه ان هو يعمل مجهود بدني كبير. عندك برضو نص الملعب برضو من المراكز اللي ما تستوعبش قوي، يعني عارف ان اللي هو انت نقول بين البنين. في ناس تستحمل وفي على حسب النوع اللي بيلعب، سواء مثلا كان 6 ارتكاز صريح اللي هو لا انا مطلوب مني ان انا استخلص الكرات واسلم بس، ولا انا مطالب ان انا استخلص الكرات واخش اكمل كمان جوه ال 18، ده على حسب نوع المهمه اللي بياخدها من المدير الفني. يعني عندك طارق حامد مثلا دلوقتي هو داخل على 38 سنه وبيلعب في الدوري السعودي، يعني ده نموذج. عندك حمدي فتحي مثلا من اللعيبه اللي موجوده هنا في مصر اللي انت متوقع ان هي ممكن تقدر تكمل لحد 35 و36 سنه في الملاعب. ليه؟ لان المركز بتاعه مش محتاج مجهود بدني كبير، مش محتاج معدلات جري كتير، لا هو محتاج ذكاء، محتاج رشاقه، خفه في الحركه، مش محتاج ان هو طول ال 90 دقيقه يقعد يضرب
وعندك كمان برضو الاجنحه، الاجنحه برضو من المراكز دلوقتي مع تطورات الكره الحديثه بقى مطالب منها بحاجات كتير. يعني هو مطالب ان هو يدافع يرجع في الحاله الدفاعيه، ومطالب ايضا ان هو في الحاله الهجوميه يكون فعال ومؤثر، فبرضو بيقطع مسافات كتير الجري سواء بقى في الحاله الدفاعيه او الحاله الهجوميه، وكمان بيبقى مطالب بالتحويلات. فاعتقد قصه المراكز والسن ومتطلباتها والعامل البدني، لا هو عامل فعلا موجود في كره القدم ولازم نحترمه. والمهاجم والمدافع يعني بعيدا عن حارس المرمى هو اكتر مركزين مش بيتاثروا بعامل السن. صحيح. بمناسبه خط النص بس اطمنكم برضو، ديانج مع الاهلي ان شاء الله باذن الله في ماتش اتحاد العاصمه، انه ساب بعثه منتخب مالي وانضم لمعسكر المنتخب معسكر النادي الاهلي، وان شاء الله يسافر مع البعثه بكره ان شاء الله للسعوديه. طيب اروح معاكم ماتش اتحاد العاصمه، متفقين طبعا انه ماتش صعب في جميع الاحوال، صعب، محدش يقدر يقول ابدا انه مباراه سهله. في تفاوت في كل على كل مستويات، في الامكانيات وفي التاريخ وفي الخبره، انت بتتكلم مع جيل يعني هيكتب عنهم التاريخ في يوم من الايام ان هم من عتاوله النادي الاهلي، جيل العتاوله زي ما كانوا بيسموا اجيال قبل كده في النادي الاهلي، جيل اكل الاخضر واليابس، افريقيا سيطره تقريبا شبه تامه، خبرات عالميه، انجازات. وسيبك من فكره عشان ما نتزنقش في البرونزيات دي، يعني فكره ان هم جابوا 2 برونزيه ووصلوا قبل النهائي، لا ما بقيمهاش كده، بقيم انه الجيل ده من اللعيبه خاض عدد في مباريات كاس العالم مع ابطال من كل القارات، وتقريبا كسب كل ابطال القارات باستثناء بطل اوروبا بس كده. فالجيل ده عنده خبره كبيره جدا، لكن في النهايه نادر ماتش صعب. واحد بداية سيزن، ودي في حد ذاتها بتبقى بتمثل صعوبة. 2 بتلعب مع بطل كونفدرالية، انت مش بتلعب مع نادي عادي ولا بطل محلي، ده بطل قاري عنده طموح بالتأكيد انه ياخد بطولة على حساب النادي الاهلي، وبتلعب في السعودية اللي انت رايحها كمان شوية عشان تلعب كاس العالم. فكل دي حاجات بتصعب من المباراة. شايف المباراة ازاي؟ وشايف اهم الاهداف اللي ممكن يحققها مستر كولر من مباراة طلائع الجيش الودية النهاردة اللي بتتلعب دلوقتي ايه؟ اعتقد ان المباراه بشكل عام مباراه امام بطل الكونفدراليه، يعني بتخليكش ان انت تتكلم كتير عن قوه فريق اتحاد العاصمه. في الاول وفي الاخر لو جينا بصينا على المشوار اصلا بتاع اتحاد العاصمه في بطوله الكونفدراليه من بدايتها لحد النهايه، بغض النظر عن دور المجموعات، فكره ان هو بيخرج الجيش الملكي بطل المغرب، هو بيخرج الجيش الملكي ثم بيخرج اسك ميموزا الايفواري، واحد من عتاوله القاره زمان، وفي الفاينل بيكسب يانج افريكانز. فدي 3 فرق كانوا دائمين الظهور في بطوله الشامبيونز ليج نفسها مش في الكونفدراليه. فده يدعو الى ان انت لازم تكون عامل محرص من 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 الفريق وعارف كويس. ومعظم اللعيبه اللي عندهم لعيبه شابه، معدل الاعمار عندهم اعتقد 23 24 سنه، معظم اللعيبه اللي عندهم لعيبه صغيره، طموحهم طبعا الفوز على الاهلي في بطوله الكونفدراليه. ده لوحده ده انجاز مش طبيعي في بطوله السوبر الافريقي اصلا، ده انجاز مش طبيعي بالنسبه لهم. لكن على الجانب الاخر لو جينا بصينا على لعيبه الاهلي، فاحنا عندنا يعني ما يكفي من الخبرات من اللعيبه اللي موجوده، حتى بغض النظر عن موضوع الاصابات واللعيبه اللي ممكن ما تكونش جاهزه في المباراه، لسه ما نعرفش حاله اللعيبه لحد الماتش هتبقى ماشيه ازاي. ولكن هيفرق كتير مع الاهلي بدايه السيزون انك انت تفوز ببطوله، تفوز على بطل الجزائر في بطوله الكونفدراليه، ده في حد السوبر الافريقي ده في حد ذاته يدي ثقه للعيبه فيما هو قادم من الموسم. السنه اللي فاتت كانت بدايه كولر اصلا مع الاهلي كانت الاتحاد المنستيري في تونس، كسب 1-0 بس ده كان ماتش دور تمهيدي في الشامبيونز ليج. لكن دلوقتي انت هتلاعب فريق في السوبر الافريقي، ماتش ببطوله دي بتفرق كتير قوي انك تبدا سيزون، دي ما شفناهاش بقالنا كتير. يعني لو نرجع مثلا بالزمن هتلاقي في 2015 اعتقد اخر حاجه لما بدانا سيزون بالسوبر المحلي على حساب الزمالك، لما في 3-2 في الامارات. ده امبارح اول امبارح اختلفنا، هو ماتش اتحاد المنستيري كان الاول ولا ماتش كولر مع الزمالك في السوبر المصري؟ لا المنستيري الاول. انا قلت المنستيري الاول. طب كويس. المنستيري الاول في افريقيا، وبعد كده لعب كمان في الدوري قدام الاسوان والاسماعيلي، وبعد كده لعب الزمالك في السوبر. فده في حد ذاته مهم جدا انك انت تبدا السيزون بحاجه زي كده. اللعيبه اللي منضمه حديثا، فكره الفوز ببطوله في اول مباراه ليهم مع الاهلي، دي معظم اللعيبه اللي بتكون جايه الاهلي بتبقى جايه عشانها. انا بلعب ماتش ببطوله، انا ممكن اقعد سنين في انديه ما اخدش لقب، بمجرد ماتش ما العبه مع الاهلي باخد بطوله. ودي حصلت مع لعيبه كتير جدا قبل كده، خصوصا اللي بيجوا في الصيف والاهلي حقق بطوله السوبر سواء المحلي او الافريقي. توقيت السوبر نفسه مهم قبل بدايه الدوري وقبل الدخول في دوري ابطال افريقيا وقبل المعمعه اللي احنا داخلين عليها السيزون اللي جاي، قبل كاس العالم للانديه بشهرين تقريبا. يعني احنا بنتكلم في شهر 9 عشان كاس العالم في شهر 12. لا هو انت من عندك من هنا ل 12 ضرب نار، يعني من هنا لغايه لما توقف النشاط عشان
بطولة أمم كأس أفريقيا العالم بعد كده أمم أنت أفريقيا. يعني كله ضرب نار، بالظبط كل بالظبط يعني بطولات كبيرة وكلها ماتشات صعبة ولسه ما تعرفش أنت المفروض الجدول الدوري النهاردة اللي هو أصلا النهاردة قبل الدوري بثمان أيام، ده شيء مش منطقي بس يعني إحنا بنمشيها، فالمفروض إن الجدول هيتعمل، فأنت ما تعرفش أصلا المنافسين بتوعك هيبقوا عاملين إزاي. كل الكلام ده هيكون في حسابات مارسيل كولر. اعتقد ان الوديه اللي قدام طلائع الجيش النهارده هتكون يعني تجربه او بروفا للمباراه، بغض النظر عن الماتش اللي احنا لعبناه في النمسا، الماتش ده كمان هيكون ده البروفا الاخيره، هيوقف على الحاله البدنيه للعيبه، سواء ان شاء الله لو ربنا يسر الحال وتمت صفقه المهاجم انتوني مودست او غيره، لازم هيكون هيقدر ان هو يشارك في بطوله الكونفدراليه لحد قبل المباراه ب 24 ساعه. هو ده سؤال مهم، ساعة. انت بتتكلم على 72 ساعه حماده، يعني زي ما نادر بيقول كده النهارده هو هيحط ايده خلينا نقول على الخطوط العريضة، لكن في النهاية مش بس حتى صفقة المهاجم إن تمت أو لم تتم، لكن حتى الصفقات الجديدة اللي اتحسمت من بدري واللي شاركت مع كولر في المعسكر بتاع النمسا، والأسماء العائدة من إصابة أكرم وكريم، والأسماء العائدة من إعارة صلاح وكريم، هل فرصة أنك أنت تفكر في الاسماء دي كلها على بعض كده كباكج، او تراهن على الاسماء دي في ماتش في بدايه سيزون في ماتش ببطوله، ولا الافضل انك انت تراهن على الحرس القديم، يعني السكواد بتاعك اللي انت مفنش بيه الموسم وواصلين لتوب فورم وعارفينك وفاهمينك وعارفين ازاي يتعاملوا مع مباراه زي مباراه اتحاد العاصمه؟ لا انا بصراحه اميل للفكره الثانيه، فكره الميل للحرس القديم، وده يعني الاسباب طبعا بديهيه جدا لاي حد، يعني فكره الانسجام. انا عندي التيم ده هو اللي واخد كل حاجه، في انسجام، شاربين افكار مارسيل كولر، مش محتاجين ان هم نقول ان هم بقى محتاجين وقت وماتشات كتير عشان يفهموا افكار الراجل، ولكن هو اللعب هيكون في اضيق الحدود في ممكن مركز او مركزين. مين تتوقع من الاسماء الجديده تكون ليها فرصه الظهور في ماتش الجمعه؟ اتوقع امام، يعني امام هو اكتر. هل امام بدنيا ممكن يبقى جاهز في مباراه تقيله كده؟ خد بالك الماتشات اللي من النوع ده، الماتش اللي ببطوله ده بيبقى برضو خطوره المغامره باسم، يعني فكره انك انت تحط مثلا رضا سليم او امام، او لو مثلا صفقه المهاجم تمت، او حتى مثلا كريم واكرم، احنا عارفينهم، هو كريم واكرم مش جدع، فكره ان تحطه في ماتش بطوله لودع يعني، والجمهور مستني، واول ظهور ولقب، فاتوره ممكن تبقى صعبه شويه في بدايه الموسم. هي الفاتوره ممكن تكون صعبه، بس تعال نفكر بقى من الجانب الايجابي بقى، يعني تخيل اول ماتش ببطوله لامام، وامام على المستوى البدني او على المستوى كلاعب، يعني هو من اللعيبه اللي بيتقال عليها لعيبه رجاله، اللعيب ممكن يستحمل الوجع ويكمل الماتش حتى لو كان مصاب او الكلام ده. انا ضد الكلام ده. انا في لعيبه بتعمل كده. بص الكلام ده غلط. هو غلط علميا وطبيا، بس يعني في لعيبه بتعمله. هو ممكن يعني طبعا احب انا الروح دي او الحاله دي، لكن في النهايه ده ممكن يبقى غلط عليه وغلط على فريقه. بالظبط. فامام يقدر يستحمل، يستحمل ماتش 90 دقيقه زي ده عادي جدا، لان امام لعب الماتش اللي فات، لعب اغلبه يعني، فما كانش عنده اي مشكله بدنيه تخص اللعب. فزي ما قلت لك، هو المركز الوحيد اللي استحمل ويستوعب لعب جديد هو مركز نص الملعب، لان عايز اقول ان لما يكون لاعب واحد بس وسط 11 لاعب، اعتقد ان اللود هيكون قليل، لان هو لاعب واحد بس، على عكس مثلا لو انا ممكن جبت كل الصفقات كلها فبتلعب فبتنتشر في الملعب، اللعيبه مش هيكون في تجانس بنسبه 100%. يعني انت شايف ان الرهان ممكن يبقى في اضيق الحدود، في اضيق الحدود ممكن في مركز، واللي فرصه اكبر من وجهه نظرك هو امام. انت كده كده مضطر ان انت في صفقه جديده انها تلعب في نص الملعب، لان عمرو السوليه اكيد مش جاهز بدنيا ان هو يلعب الماتش، وكريم ندفت برده لسه راجع، وينطبق عليه نفس الكلام ان هو صفقه جديده، وامام عاشور، فانت اصبح ما عندكش غير اثنين لعيبه بس متاحين للماتش ده، اللي هو مروان عطيه واليو ديانج، فاكيد بنسبه 100% تكون محتاج حد ثالث معاهم، واعتقد ان مارسيل كولر هيميل لامام عاشور، لان فعلا امام عاشور صفقه ثقيله، وصفقه نحب نشوفها ونشوف كمان انها تبدا ببطوله وبطوله قويه زي السوبر افريقيا، اعتقد انها تفرق فرق كبير قوي مع امام. متفق يا نادر؟ متفق في موضوع ان لو امام جاهز 100% ان هو يشارك، لان ثلاثيه وسط الملعب، احنا السيزون اللي فات لما حمدي فتحي مشي كان فاضل
ماتشات قليله جدا لحد نهايه السيزون، هو مشي بعد بطوله افريقيا، فكان معظم الماتشات اللي متبقيه لحد نهايه السيزون كانت معظمها تحصيل حاصل يعني. لكن لما تبدا الموسم وتدي امام في مباراه زي دي وانت جايبه هو صفقه سوبر، هي صفقه السوبر الاكبر للفريق في الميركاتو ده لو جاهز ان هو يشارك، لان لو مش جاهز وشارك ممكن اصابته تتضاعف. مفيش صفقه عملها الاهلي السنه دي بالسوبر. انا بقول لك الصفقه السوبر بالنسبه لي في امام هي فكره انك جايب صفقه سواء على المستوى الـ الامكانيات في الملعب هيفرق معاك قد ايه، سواء على المستوى الاحتياجي نفسه هيفرق معاك قد ايه. وبجانب طبعا يعني انا اشوف انه امام احنا عارفينه، لكن اشوف انه رضا انا راهن جدا على رضا سليم السنه دي. جايب نجم الدوري المغربي نجم الدوري المغربي بعتوله الدوري المغربي. بس في حاجه كمان عايز اضيفها في موضوع ان 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 الريسك اللي ممكن حتى الصفقه اللي ما تمتش برضو انا بقول لك هتبقى سوبر. هي كده كده سوبر بغض النظر يعني عن موضوع السن والناس اللي عماله تتكلم، مش عايزين نفتح يعني في المجال ده. لكن انا متاكد ان لو مارسيل كولر قرر ان هو يرسك فهو واثق في اللعيبه اللي عنده. لو جينا رجعنا لاول مباراه اصلا قدام الاتحاد المنستيري، هو الراجل اصلا كان اول ماتش يلعبه مع الاهلي، لا يعرف افريقيا ولا يعرف اهلي ولا يعرف تونس. الحرس القديم اللي كانوا موجودين في الملعب كان معظمهم موجود، بس لقينا مره واحده بيبدا بشادي حسين مهاجم سترايكر، بيبدا باكرم توفيق باك رايت في الوقت اللي كان لسه راجع فيه من الصليبي، نفس الظروف اللي احنا فيها حاليا. فهو الراجل بيبقى واثق تماما في ادواته، واثق تماما في اللي عمله الموسم اللي فات، وما يعني اللي حصل في الملعب نفسه، وتحول بيرسي تاو للاعب مهم ولاعب مؤثر بالشكل ده، وتحول حسين الشحات لافضل لاعب في مصر، وتحول اللعيبه دي في الوقت اللي كان قبل الموسم ده ما كان يبدا كان فيه هجوم من بعض الجماهير على اللعيبه دي علشان مستواه متراجع ومع المدرب ده. خد بالك برضو الجمهور يعني ليه حاجتين، في حاجه اسمها الزن على الودان امر من السحر. وحسين الشحات الحقيقه، وانا كنت يعني لما فنشنا الموسم كنت بشيد جدا بالشحات، لانه تحمل ما لا طاقة لبشر به. يعني حسين تعرض لموجات من الهجوم والنقد اللي أثرت حتى في جزء من جمهور النادي الأهلي اللي بقى يهاجم حسين. بالظبط. بيرسي تاو تهاجم، إدارة النادي الأهلي اتهاجمت عشان بيرسي تاو، موسيماني يتهاجم عشان بيرسي تاو، وفي النهايه بيرسي تاو اثبت السنه اللي فاتت بشهاده الجميع انه واحد من اهم مفاتيح اللعب للاهلي بالذات في بطوله دوري الابطال، وهي البطوله الاهم والاصعب. بيرسي تاو النهارده في حته ثانيه خالص. فخد بالك انه في ناس بتشد جزء من الجمهور بكلامها، وبتشكك من قبل ما تشوف، او بتحكم من قبل ما التجربه تبقى مكتمله، زي ما بيحصل او زي ما حصل مع موسيماني اول ما جه، وزي ما حصل مع مارسيل كولر اول ما جه. وحصل مع ناس كتير في العالم كله يعني. احنا لو جينا بصينا، لو جيت في 2015 مثلا يعني انطونيو كونتي كان جايب الدوري اليوفنتوس 6 سنين ورا بعض، مره واحده صحي الصبح قال لك هنمشي كونتي وهنجيب أليجري اللي خسران الدوري قبلها بسنه مع ميلان. في بعد البريس كونفرنس بتاعه في المؤتمر الصحفي وتقدم للناس وهو خارج، جماهير يوفنتوس نفسها كانت بتحدفه بالبيض. في نفس السيزون ده حقق الثنائيه، وصل لنهائي تشامبيونز ليج ما وصلوش يوفنتوس من 2003. بغض النظر عن العك اللي بيعك، يعني انا اصلا مشجع يوفنتينو فهتلاقيني شويه محقوق في الحته دي، فبغض النظر عن العك بغض النظر عن العك اللي بيعك مؤخرا، لكن وقتها انا بقول لك اتهاجم، بص قبلها ازاي وبعد كده تحول. كريم بنزيما واحد كان من ضمن الناس اللي كانوا ماده خام للسخريه وبقى افضل لاعب في العالم. فهي القصه كلها فكره اللاعب نفسه. يعني اكتر حاجه كانت عجباني في حسين الشحات انه ابدا ما كانش بيرد بره الملعب. لعيبه كتير وتحديدا عقليه اللاعب المصري، في لعيبه كتير ممكن تلاقيه بيرد على الجمهور سواء من عنده على السوشيال ميديا او في خلال التصريح او تصريح مع صحفي او تصريح في برنامج. حسين الشحات ما ردش، حسين الشحات كان رد جوه الملعب، تعرض لهجوم كبير جدا من ناس كتير جدا بمختلف الانتماءات، ولكن الراجل في الملعب اثبت بما لا يدع مجال للشك انه افضل لاعب في مصر، بغض النظر عن موضوع الارقام اللي ناس كتير بتروح لها، لكن هو ارقام ببطولات ودي الاهم. صحيح. عايز اتكلم معاكم شويه عن اتحاد العاصمه، لانه لازم نعرف برضو الناس دي بتفكر في المباراه ازاي. يمكن الاسبوع اللي فات عرضنا بعض التصريحات المتعلقه بمباراه السوبر مع مدير فني لاتحاد العاصمه، طبعا راجل دبلوماسي جدا، سي في محترم جدا في افريقيا عموما، مش بس في الجزائر او مع اتحاد العاصمه. حقق بطوله كونفدراليه قبل كده، حقق بطوله سوبر على حساب الوداد، سوبر افريقي، اعتقد واخد دوري في تونس او اتنين دوري في تونس، واخد دوري في المغرب، واخد دوري في الجزائر، محترم، فواخد كونفدراليه طبعا مع اتحاد العاصمه. فواضح انه مدرب بطولات، يعني مش مدرب، وبالتاكيد في اوضه اللبس هيبقى كلامه مع لعيبته مختلف تماما عن التصريحات اللي طلع بيها قالها في التلفزيون. ازاي بيفكر اتحاد العاصمه في المباراه، طريقه اللعب، السيناريو اللي هيواجه بيه النادي الاهلي؟ عايز اسمع راي حماده وراي نادر، بس اسمحوا لي نروح لفاصل ونرجع نتكلم في وجهه نظر اتحاد العاصمه في المباراه.
ناخدها نقطة بنقطة ونبص زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل مع نادر ومع حمادة على اتحاد العاصمة، شكل الفرقة اللي احنا هنقابلها ايه، وبما انه ما عندناش ارقام ليهم لان الموسم لسه عندهم ما بدأش، فهنقرا في الموسم الاخير اللي توج فيه اتحاد العاصمة ببطولة الكونفدرالية. نبدأ بحماد بنادر، يلا نادر نبتدي معاك بارقام الفريق. فريق مميز في السنة اللي فاتت كان عدد الأهداف اللي كان بيسجلها بضربات الرأس كان كبير جدا. ألعاب هوا برضه. ألعاب الهوا. ودي لازم أفريقيا. لازم نكون فاهمين ومدركين تماما قيمة الموضوع، يعني احنا في الأول وفي الآخر احنا بنلاعب فريق جزائري زيه زي الفريق التونسي زي الفريق المغربي اللي كان قدامك برضه، كانت نقطة القوة. أنت قابلت أغلب بطولاتك السنين اللي فاتت شمال أفريقيا. بالظبط. يعني سوبر نهضة بركان والرجاء المغربي. تشامبيونز ليج وداد ووداد والوحيد الاستثناء كان كايزر تشيفز والزمالك صح بالزبط. فانت على طول غير بقى في دايما في السيمي فاينال بتلاقي فوكس تيف، بتلاقي طبعا. حتى في السوبر الافريقي الترجي بتلاقي الترجي بالظبط، الاتحاد المنستيري انت بادئ معاه اصلا، وفي السوبر الافريقي اديك هتلاعب الاتحاد العاصمه، وقبلها كنت بتلاعب نهضه بركان في اخر سوبر افريقي اتلعب. السوبر كان نهضه بركان ولا كان رجاء؟ كان قطر. الرجاء كان قبليه، كان نهضه بركان بعد كده الرجاء. ايوه الاثنين كانوا في قطر. بس هي القصه كلها احنا انت اللعيبه اللي عندنا عندها زي ما قلنا من البدايه اللي عندها الخبرات الكافيه في التعامل مع اللعيبه دي. فريق اتحاد العاصمه مميز في ضربات الراس، مميز في الاهداف. استعرض ارقامه. طب واحنا بنتكلم يا ريت تجهزوا لنا ارقام فريق اتحاد العاصمه. ده طبعا بنتكلم على الموسم الاخير او ارقامهم في دفاعا وهجوما في الكونفدراليه، بطوله الكونفدراليه الموسم الاخير. جاهزه معانا؟ يعني فرقه متفوقه مثلا، احنا بنتكلم في لو القيمه التسويقيه للعيبه زي لعيبه بيراميدز في دوري في الكونفدراليه فهي الاعلى. لكن بيراميدز اعلى طبعا. لما نيجي نبص بقى اصلا لعدد الاهداف اللي بتتسجل في من فريق اقوى خط هجوم، اقوى خط هجوم 24 هدف على مدار البطوله بشكل عام، بيتفوق على لعيب على فرق تقيله. يعني فتح الرباطي وبيراميدز المصري، فتح الرباطي ومارون جلانس ده كان معاه في نفس المجموعه، ويانج افريكانز اللي لعبوا في ده اللي وصل النهائي، لعبوا في الفاينل كسبوهم في الفاينل. لو جينا بصينا كمان على الارقام بتاعه الاهداف نفسها وطريقه تسجيل الاهداف نفسها، هنلاقي ان الفريق معدل الاهداف الاكسبكتد جولز اللي هي الاهداف المتوقعه يعني للفريق 19.56 فالفكره برضه في المركز الاول التفوق برضه هم رقم واحد. ايوه فخط يعني هجوميا مميزين لا يستهان به تماما. طبعا لما هنتنقل الحديث عند حماده هيقول لنا اللعيبه اللي كانت مؤثره بشكل كبير في الخط الهجومي السنه اللي فاتت مع الفريق واللي موجود منهم واللي مشي، لكن برضه في الاول وفي الاخر هي سياسه، لان نفس المدير الفني اللي كان معاهم هو نفس المدير الفني الحالي، فهي سياسه فريق هو تكتيك طريقه معين لعب. طريقه لعب نقاط قوه بيعتمدوا عليها سواء في العرضيات سواء في الكرات الثابته سواء في الركنيات، دي حاجه مهمه جدا لازم نكون واخدين بالنا منها في مواجهه الفريق. لو جينا بصينا على الكونسيستد جولز الاهداف اللي تم استقبال الناحيه الدفاعيه بقى عنده هو من الناحيه الدفاعيه فريق مستقبل 11 هدف اقل يعني فريق برضه مميز دفاعيا بالظبط. يعني دي حاجه من الحاجات، لان حتى لو جينا بصينا على الاهداف اللي اتسجلت من ضربات الراس من اللعيبه هنلاقي معظمها كانوا مدافعين. ومن ابرز اللعيبه اللي عندهم كمان في لعيبه مدافعين قبل ما كمان حماده يتفضل زين الدين بالعيد واحد من اللعيبه المؤثره جدا في كرات الراس يعني وهيستفيد في الحديث عن الكونفدراليه دي بيبقى فيها حمادة. فرق انا اول مره اسمع عنها في افريقيا وهي بتوصل كمان للنهائي يعني الاخضر اللي هو الثالث ده الاخضر الليبي كان معاهم في المجموعه هم ومارو يعني عشان تعرف برضو قوه مجموعتهم اثنين من الفرق اللي استقبلت اهداف قليله مارومو جالانتس والاخضر الاثنين دول كانوا في مجموعه الاتحاد العاصمه اصلا السنه اللي فاتت في الكونفدراليه. دي حاجه دي يعني فريق نقدر نلخص انه مميز هجوميا ومش انا بتكلم طبعا تقييما على بطوله الكونفدراليه. بص هو الفريق على مستوى اللعيبه بقى وتقسيمه الاهداف يمكن هي بس التقسيمه ان هم سجلوا 7 اهداف من 24 جول اللي سجلوهم بالهيت وده يودينا لحاجه مهمه جدا ان هم مميزين جدا في العاب الهواء. كرات ثابته ولا في العاب الهواء والكرات الثابته. كرات ثابته. عشان كده لما تيجي تبص على افضل اللعيبه اللي سجلوا اهداف هتلاقي مثلا امين محيوس اللي هو المهاجم راس الحربه بتاعهم كان مسجل 10 اهداف وصنع هدف ده في كل البطولات. رقم 2 24 سنه. رقم 2 مين بقى؟ السنتر باك زين الدين بالعيد
مسجل كام؟ مسجل 6 وصانع 3. ده محمد عبد المنعم بتاعه كابتن الفريق، هو كابتن الفريق. هو حرفيا دماغه حاجه صعبه ولازم فعلا لعيبه الاهلي تكون مركزه. طبيعي جدا السنتر باكس يبقوا بيجيدوا العاب الهواء، يعني بس المهاره اساسيه عندهم، فبالتالي منهم بيعرف يستخدمها. عندك ياسر ابراهيم، عندك رامي ربيعه، عندك محمد عبد المنعم، الثلاثه بس ان هو يسجل 6 اهداف ويكون هو تاني هداف الفرقه حبيب. فاعتقد ان هو ده موضوع فعلا لازم تركز عليه. رقم 3 هو الوينج بتاعهم، هو ميزيان ده برده مسجل 6 اهداف وصنع 4، يعني مساهم برده في 10 اهداف. الجناح الشمال وينج ليفت وكمان سعد رضوان الباك رايت بتاعهم برده صنع 3 اهداف ومسجل 4 اهداف. خلي بالك بقى، ودي الحته المهمه اللي انا جاي اقول لك فيها، ان 2 من الاربع لعيبه اللي هم الافضل مساهمه مع الفرق مشيوا، وهو المهاجم اللي هو هيظهروا في ماتش مش هيظهروا الاثنين الموجودين بس هو سعد رضوان الباك رايت وزين الدين بالعيد اللي هو السنتر باك، دول بس اللي موجودين. فاذا الافضل اللعيبه سجلت معاهم السنه اللي فاتت اللي هو المهاجم مش موجوده وعايز اقول لك كمان على مستوى الاستقطابات او اللعيبه اللي مشيت، ف 14 لعيب جه و13 لعيب مشي. ده احنا هنقابل فرقه جديده، يعني يعتبر هتقابل فرقه جديده. وكمان هما ال 14 لعيب اللي جه هو لعيب واحد بس اللي جاي اعاره، والباقي كله فري ترانسفير. يعني هما بالظبط، شوف يعني دول افضل ناس او اكتر اسامي كانت مسمعه، دول كلهم مش يعني. عندك امين مين محروس ده المهاجم اللي انا قلت لك عليه اللي هو مسجل 10 اهداف وصنع هدف، وده ميزيان اللي هو الوينج ليفت برده مشي، ودي اسامي كانت موجوده لكبر السن كلهم مشوا فري. لو تلاحظ بص على اللعيبه اللي جايه هتلاقي لعيب واحد بس هو اللي جاي على مستوى الاعاره، والباقي كله فري ترانسفير. فبرده كبر العدد او حجم العدد اللي ماشي هو اصلا واضح ان هم بيشتغلوا على الحته دي، او الفكر الاستثماري موجود عندهم ان هم يجيبوا. يعني فكر استثماري كانوا يعني حد زي ايمن محيوس مثلا مهاجم الاول الابرز على مستوى الارقام، عامل سيزون عالمي، ازاي يمشي فري ترانسفير الا لو كان عقده انتهى؟ ده المنطق الوحيد، ما لهاش حل غير كده لان هو فعلا هو مهاجم مميز، وعلى فكره سنه مش كبير يعني 24 سنه. انت بتتكلم برضه في مهاجم يعني لسه العمر قدامه في الكوره. فانا استغربت جدا من الفكر بتاعهم ان هم داخلين على موسم جديد وداخلين على سوبر افريقي، فهم ما عندهمش الطموح. من اللعيبه اللي جت في حد منهم ملفت بالنسبه لك؟ بصراحه انا دخلت على كل البروفايلات دي، انا كلها لعيبه برده جايه فري ترانسفير. هو لاعب واحد بس اللي هو جاي عاره، ده برده حسين الدحيري ده سنتر باك، ده مدافع سنتر باك جاي برده مش اللاعب المبهر يعني انا سرشت عنه، مش اللاعب المبهر. هو جاي برده بفكر ان انت ممكن تلعب معانا بشكل كويس، فاحنا ممكن نستثمر فيك ونبيعك. وهو جاي برضه ان هو عشان يستعيد مستواه وان هو يرجع في الفرقه بتاعته مره ثانيه. انما الفرقه على مستوى اللعيبه لا، هي صعبه جدا وصعبت الموضوع على نفسها، لان كم اللعيبه اللي مشي وكم اللعيبه اللي جه عشان ينسجموا محتاجين على الاقل 10 ل 15 ماتش عشان الفرقه تقدر تستعيد التوازن ويبقى الفرقه منسجمه شرب افكار المدير الفني. انما تبدا السيزون بتاعها المفروض ان هم اصلا كانوا يلعبوا يوم الجمعه الجايه اول ماتش ليهم في الدوري، وطبعا بحكم السوبر الافريقي فالماتش اتاجل. فبقى طيب نقرب شويه كوره شخصيه، وهنا ده فكر مدرب. يعني بصرف النظر ان اسماء مشيت واسماء راحت، بالتاكيد فكر مدرب مش هيختلف كتير. صحيح هيحط اعتبار لانه بيواجه الاهلي المصري وافريقيا، يعني عارفه كويس قوي يعني ايه اهلي مصري، لكن في النهايه شخصيه المدرب ايه او طريقه لعبه وفكره ايه؟ هل هنشوف فرقه متحفظه تلجا للدفاع وهجمه مرتده، ولا فرقه عندها الشخصيه الهجوميه بتهاجم بما انه مباراه مبطوله من مباراه واحده، ولا فرقه بالانس بتلعب كره يعني متوازنه؟ احنا لو جينا بصينا على الارقام، لما يعني زي ما ذكرنا في الارقام ان دي فرقه مش 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 واضح ان هم فرقه دفاعيه ابدا. فرقه متفوقه على فريق من المفروض ان من قبل البطوله بيراميدز هو الاقوى في الكونفدراليه نظرا للقيمه السوقيه ونظرا لقيمه اللعيبه اللي عنده، ولكن بيتفوق عليهم بعدد الاهداف اللي اتسجلت، بجانب ان لازم نكون واخدين بالنا من عامل السن في الفرقه. احنا بنتكلم في كابتن الفريق اللي هو زين الدين بالعيد، ده 24 سنه او 25 سنه كابتن الفرقه، كابتن الفرقه كلها، ودولي بالمناسبه المفروض عندهم ماتش النهارده مع السنغال. يعني لو حد عايز يشوف زين الدين بالعيد هو بيقال ان هو هياخد فرصه النهارده في مباراه الجزائر والسنغال، مش عارف او بكره اعتقد المباراه. فهو واحد من اللعيبه اللي انت بتتكلم في كابتن الفرقه 24 سنه، فمعدل الجري ومعدل اللياقه البدنيه عالي قوي عنده. ففكره ان هو فريق دفاعي وبيلجا للمرتدات، انا في الماتشات اللي اتفرجت عليها فيه ماتشات قليله اتفرجت عليها على في فريق فاتح خطوطه، فريق بيحاول بقدر الامكان يفرض شخصيته، بجانب حاجه مهمه جدا انت ذكرتها يا احمد، وهي فكره ان هي مباراه ببطوله. ايوه انا خطفت خلاص الموضوع انتهى على كده.
فان شاء الله باذن الله ده ما يحصلش ونقدر نتعامل مع ده. وانا زي ما قلت لك احنا عندنا كم كبير من الخبرات في التعامل مع المباريات اللي زي دي ومع اللعيبه اللي من شمال افريقيا. نادر شبانه حماد الشناوي شرفتونا ونورتونا، وقت بيجري معاكم بسرعه، نتابع معاكم لحظه بلحظه. كل التوفيق للفريق النهارده، ان شاء الله تكون تجربه مفيده قدام طلائع الجيش، ومن بكره ان شاء الله تبدا رحلتنا للسعوديه ايام ونبتدي معاكم مشوار موسم جديد يكون ناجح وموفق للاهلي ان شاء الله، بدايه من ماتش اتحاد العاصمه. بشكر ضيوفي على وجودهم معايا حماده ونادر، وبشكركم على المتابعه، ونتقابل بكره حلقه جديده السادسه. دايما تحياتي ليكم.